السلام عليكم. يقول لك انا عايز اعمل سور عشان احمي المزرعه. طيب، ويعمل السور لا يديله ميه ولا يديله سماد ويسيبه بقى مليان زباله وحشائش، بل بالعكس يجيب امراض للمزرعه ويأذي المزرعه ويبهدل المزرعه. ده سور بولونيا اهو في الامارات، مشاكله كتيره جدا، اهمها الرمل والردم في فتره الصيامه اهي قبل التنبيت في شهر 2، قبل التنبيت اللي بيتم في شهر 3 بنراجع على السور وبننظفه وبنشيل الرملة الزيادة من على الساق عشان ما تمرضش، ما يجيلهاش عفن جذور. في عفن جذور اللي هو فيوزيريوم، ده بيجي للجذور، وفي عفن بيجي للساق لو الفضل حواليه رمل واتبل هذا الرمل، نوع تاني من العفن، لكن بيجي للساق. فلازم ننظف الساق، ولازم نساوي الارض عشان المايه توصل بالتساوي للشجر، ولازم نشيل حشائش ونشيل قاذورات، يبقى معناها شلنا امراض، شلنا فطريات، شلنا اوبئه، شلنا بكتيريا مضره، في طبعا بكتيريا نافعه، لكن وصلنا ميه. هنحط له كمان سماد، حط له خرطومين ومزودين له نقطات كده، المقصود يبقى سور يحمي المزرعه، هتخدمه كأنه شجر المزرعة، يبقى سور يحمي المزرعة. هتديله مية وسماد وتنظيف، يبقى سور يحمي المزرعة. مش هتعمل اللي احنا بنقوله ده، لا، يبقى سور يأذي المزرعة. ده سور من البولونيا، صفين، الصف الاولاني كل متر والصف التاني كل مترين. الصف الاولاني هنوقف خليه فيديو تالت عشان ما يبقاش طويل، لكن ادي اهو الجزء اللي اتعدل وتساوى اهو، وبدأنا نرجع الخراطيم مكانها، وادي الصف اللي بره اللي هيبقى منبت في اول 2 متر وربع، وادي الصف اللي جوه اللي هينبت في تاني 2 متر وربع ان شاء الله، يبقى لي فيديو خاص. وادي الصورة اهو بعد التنظيف ورجوع الخراطيم والتسميد، وعقبال النص التاني ما يتم فيه الكلام ده ان شاء الله. مع السلامة.